اللي بناس وفاكم باك تو ذا تشانل، ان شاء الله تكونوا بالف خير. فيديو اليوم جبت لكم الريفيو على منتجات شيا مويستر لاين كامله بحال اللي كنتو طلبتوا مني. قررت انا ندير لكم الريفيو على هاد اللاين ديال جامايكان بلاك كاستور اويل وشيا مويستر، لانني فايته مجرباها وعارفها انها مزيانه وكتعجبني، وكانت اول لاين كنجرب من شيا مويستر من هاد البراند. هاد الشامبو من المفضلين عندي، ما فيه لا بارابين لا مينرال اويل لا سولفات، وما كيتستوش للحيوانات. ولكن بحال اللي كنت قلت لكم، اغلبيه ديال المنتجات ديال شيا مويستر فيهم سيليكون، غير هما سيليكونات اللي كيذوبوا مع الماء. فيه واحد اللون عسلي والريحه ديالو البنات كتجيني بحال فيه الريحه ديال العشوب. اما الليفين كونديشنر من احسن الليفينز اللي جربت. بعض المرات كنت كنستعمل غير الليفين كونديشنر، ومني كنخرج من الدوش ما كنستعمل لا كريم لا والو، وكيخلي ليا الكيرلز مرطبين وكتشد فيهم الفورمه. الكيرلينغ كريم اللي هو سترينث اند ريستور سموثي، كانت هذه اول مره كنجربه. ومهم نخليكم البنات تشوفوا نتوما بعينيكم حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا واش عجبتني ولا لا. اول حاجه كنديرها البنات هي كنبلل شعري مزيان بالماء. تذكروا انه يقدر تستعملوا الماء يكون دافي ولا بارد، احسن من انكم تستعملوا الماء سخون، لانه حتى هو كيضر الشعر. ملي كنبلل شعري البنات كنبقى نعملو بلطف اكثر، لانه في هذيك اللحظه اللي الشعر كيكون زعما مبلل كيكون اسهل انه يتقصف لينا. سو البنات عملوا شعركم بشويه، ويا ما بغاش يتفك لكم بقاو معاه غير بشويه، يعني ما تمشطوهش بقوه، خذوا وقتكم معاه وبشويه حتى تفكوه تماما. يا كنتو البنات زربانين ولا معصبين ما ننصحكمش تغسلوا شعركم داك النهار، وخصوصا يا كان مشبك لكم بزاف، لانه تما البنات فاش تحطوا النص ديال الشعر في المشطه. كما انتم عارفين البنات، قبل ما نستعمل شامبوان كنستعمل يا ليفين كونديشنر يا ماسك عادي باش كنقدر نفك شعري. ما كنبغيش نفك شعري غير بالماء بوحدو، لانه غادي تقصف ليا اكثر، ما غاديش تفك ليا مزيان. هنا استعملت ليفين كونديشنر، ما شريتش الماسك ديال هاد اللاين لان فايته مجربها وثقيله على شعري، كتهبط ليا الكيرلز، ما كتخليهمش ياخذوا الفورمه لانها كترطب ليا الشعر بزياده. غنخليكم الصوره ديالو هنايا باش تشوفوا انه هو اللي كنهضر عليه. الشامبوان مع الليفين كونديشنر هما من اول منتجات اللي انا استعملت على شعري ملي كنت كنعالجه، وهما اول منتجات كنجرب من البراند شيا مويستر. والصراحه هما اللي خلوني اني نحب البراند. منتجات كيحمقوا، جربت منتجات تانية من البراند نفسها، ولكن هاد اللاين هادي ديال جامايكان بلاك كاستر اويل وشيا مويستر كتحمق، زوينه بزاف. الشامبو كيعجبني لانه ما كينشفش ليا الفروه ديال الراس، بالعكس كيرطبها ليا، كيغسل مزيان. واخا انه شامبوان بحال اللي قلت لكم بزاف المرات، شامبوانات اللي ما فيهمش البارافين خصوصا السلفات وحتى السيليكون، ما كنحش بهم انهم كيغسلوا مزيان. مره كنلقى شي شامبوان اللي هو خالي من هاد المواد كامله واللي كيغسل لنا الفروه ديال الراس مزيان، وهاد شامبوان البنات واحد منهم كيغسل مزيان والله. فيها البنات جامايكان بلاك كاستور اويل اللي هو زيت الخروع الجامايكي اللي كيكثف الشعر، كيمنع التقصف، كيحبس الرطوبه في الشعر، وكيحسن لنا الدوره الدمويه في فروه الراس اللي كتمكن لنا انه الشعر ينمو. الصراحه البنات هو الزيت بوحدو زوين كيعاون على نمو الشعر، ولكن الشامبوان هذا ما غاديش نقول لكم انه شفتو خلى شعري ينمو اكثر، هذه ما شفتهاش فيه الصراحه. انا كنقول لكم الصراحه واللي كنشوف، كيغسل مزيان ما كينشفش، ولكن انا الصراحه ما عاونيش على النمو ديال شعري. انا استعملت حاجات حدا اخرين باش قدرت اني نخلي شعري طوال زعما. وفيها البنات شيا مويستر اللي هي زبده الشيا، اللي نتوما كتعرفوا انه كنحماق على زبده الشيا من الزيوت اللي انايا، المهم الزيوت ولا الزبادي اللي انايا كيعجبوني بزاف الشعر، كترطب. سو داكشي علاش انا كنظن هاد الشامبوان ما كينشف الشعر. ونسيت ما قلت لكمش انه فيه حتى البيبرمنت اللي هو كيقولوا عليه مزيان بزاف لنمو الشعر. بحال قلت لكم انا ما شفتوش انه طول لي الشعر،
ولكن ممكن حتى انا ما استعملتوش لمده طويله بزاف، يعني استعملته غير لمده 3 شهور ومن بعد بدلت شامبوان، لانه ماشي مزيان تبقاو مستعملين نفس الشامبو لمده طويله. خاصكم تبدلوا باش الشعر ما كيتعودش على هذاك المنتج، وباش تقدروا ديما تبقاو تشوفوا الفوائد ديالو على شعركم. كنت اختاريت هاد اللاين بيناتهم كاملين لانه قريت فيها انه كيصلح الشعر اللي متضرر من الهيت، يعني من الحراره. سو معاك كانت هذيك هي المشكله ديالي انا، كان شعري تضرر ليا من الحراره، من البيب اللي الششوارات وهادشي كامل. داكشي هو اللي خلاني اني ناخذ هاد اللاين هادي وعجبتني بزاف. سو البنات كان شعركم متضرر من الحراره ماشي من التلوين، لانه هذاك ضرر ثاني. وما عارفينش اش من منتج تشريو، بداو بهاد اللاين زوينه بزاف وكتصلح لجميع انواع ديال الشعر. دابا غادي ندوز نستعمل الكريم باش نكرلي بها شعري. ما حطيت الليفين كونديشنر في الشاور يعني وانا في الدوش، غادي نحط دايركت الكريم بحال اللي كنحطها ديما البنات. صراحه الكريم هذه اول مره كنجربها البنات، عجبتني ملي حطيتها، خلات لي الكيرلز زوينين، ما نشفاش لي الشعر، عطاتهم ديفينيشن. ولكن لغد ليه فاش فقت في الصباح وبغيت نطلق شعري، لقيت شو البنات شعري كيتلصق، يعني معلق بحال، ما عرفت ما فهمتش علاش بقى ليا بحال هكا. وماشي اول مره جربتها، شي جوج ولا ثلاثه ديال المرات ودرت ليا نفس الشيء. الكريم هذه خاصها تستعملي هذاك النهار وفي اخر نهار تغسليها، لانه كتخليك مع البنات الشعر كيتعلق. وحتى يقصتو يديكم، دوستو يديكم على شعركم، كالبرودوي بحال كيدوز اليدين وكيجي هكا بحال ناشف. ما عرفت كيفاش غادي نفهمها لكم، ولكن شي حاجه اللي ما عجبتنيش بالمره، لانه ما كتقدروش تقصوا شعركم البنات كيتعلق. نشفت شعري البنات، واخا ما نشفتوش 100%، ما كيعجبنيش نشفو كله بالششوار باش ما كنخرجش عليه. خلى لي الكيرلز فيهم ديفينيشن، ما فيهمش الفريز، ولكن بحال اللي قلت لكم لغد ليه الشعر كيتعلق، واللي هي شي حاجه ما عجبتنيش بالمره. وهذا ما كان البنات فيديو اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنساوش حطوا لايك عجبكم الفيديو، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي.